ساتجه الى نجم الشاشه علي حميد المعلق الاماراتي الشهير وصاحب الصوت الشجي والذي تزامن وترافق مع كثير من احداث رياضيه. عبد الله العضيبي التقاه في حديث كشف من خلاله تفاصيل مختلفه عن حياته، نتابع في الجزء الاول. حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم ضيف. حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف أحلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم ضيف. اسمي طبعا علي حميد جمع عبيد، انا متزوج، عندي ما شاء الله 7 بين 4 اولاد و3 بنات، ضابط متقاعد خريج دبلوم عسكري علوم عسكريه، بناتي الحمد لله 3 متزوجات وعندهم اولاد، انا تقدر تقول علي جد يعني يمكن من 13 سنه تقريبا او 12 سنه. يمكن تعلقي بكرة القدم تحديدا يعني هي اللي خلتني أتجه هذا الاتجاه، وكان الخيار كما ذكرت يعني الخيار الأول، بعد ذلك دخلت لعبة ثانية هي لعبة كرة الطائرة وكان برضك خيار ثاني بالنسبة لي، لكن إجمالا يعني كرة القدم هي اللعبة اللي يمكن شدتني كطالب على الأقل وفي المدرسة وقبل ذلك أيضا حتى في الحارة كأولاد صغار. يعني رواية أنك بدأت أيضا التعليق من المدرسة والتعليق على المباريات المدرسية، هل هي صحيحة وليش التعليق؟ يعني شلون جاء في بالك التعليق؟ من تأثرت فيه؟ شوف فعلا أنا بديت من خلال المدرسة، كنت ألعب في دوري الفصول وفي نفس الوقت كنت أعلق. في كان مدرس اسمه أحمد سلامة الله يمسيه بالخير، فلسطيني مدرس فلسطيني، مدرس تربية رياضية، فهذا الشخص يعني يمكن سمعني أول مرة من خلال الفصول أو دوري الفصول وأصر على أني أنا في حالة عدم مشاركة فصلي في المباريات أني أعلق من خلال الإذاعة المدرسية. هذا الكلام تقريبا في خلينا نتكلم على مسألة 72 73، لما يتفكر في مسألة التعليق في 73 74 رحت لاتحاد كرة القدم، ما عندي فكرة يعني على وين أروح، رحت لاتحاد كرة القدم طلبت منهم أني أنا أعلق، قالوا لي احنا في البدايه هناك في شروط، اول شيء انت تعمل اختبار في التحكيم. عملت اختبار في التحكيم كوني كلاعب كره قدم، يمكن اجتزت اعتقد ما اتذكر والله حوالي 70% ظني جبت من في الاختبار. بعد ذلك اعطيت رساله لاذاعه دبي، كان يوم اذاعه دبي موجوده، وعملت اختبار في 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 الاذاعه وفعلا نجحت في ذلك الاختبار. علقت أول مباراة في شهر 10، أتذكر الآن في شهر 10 كانت تجمع الوصل والأهلي في دوري الإمارات، ومن يومها بدأت الأمور. يعني سابقا كان التعليق ما كان فيه لا إذاعة ولا كذا، كان واحد حاطط ميكروفون ويعلق للجمهور اللي كان حاضر المباراة، لكن مسألة إن هذا يعني محسوب على هذا الفريق وهذا محسوب على الفريق الثاني وكذا هذه موجودة، لأن للأسف الشديد إحنا الآن في الوطن العربي إجمالا مشكلتنا إن عاطفيين، وبالتالي العواطف تتحكم في كل شيء. ورب الخطأ توصل الكرة لمالك معاذي عند من الأولاني، خطرة هذه وخطرة مالك معاذي عند من الثاني يحاول يلعبها في الجول. مش معقول يا جماعة، مش معقول يا مالك معاذ، أحلف بالله والنبي إن أنت اللاعب اللي السعودية تبي، أحلف بالله والنبي إن أنت اللاعب اللي السعودية تبي، مش معقول. على أي حال المعلق الشهير علي حميد أيضا في الجزء الثاني كشف عن جوانب أخرى نتابعها مرة أخرى مع عبد الله العضيبي. We'll be right back.
المباراة والمدخل والباب اللي دخلت من خلال للوطن العربي أجمع كانت مباراة الأرجنتين والبرازيل في برشلونة، لأني أنا ما كنت أتوقع إطلاقا أني يتم تكليفي لهالمباراة نظرا اللي كانوا موجودين معي أسماء ممكن تسبقني كتاريخ وكحضور في على مستوى الوطن العربي، لكن لما تم استدعائي وكلفت بهذه المباراة كان بالنسبة لي اختبار صعب كن أو لا أكون. اليوم ما قاعدين نسمع أصوات كثير جديدة، يعني قاعدين نسمع مقلدين مؤدين لأسماء كبيرة، ليش ما قاعدين نسمع خامات جديدة؟ شوف أخوي عبد الله، أنا بكون واضح وياك، أنا أصلا دائما صريح، يعني من ما أحب للأسف الشديد للأسف في الوطن العربي الآن يعني يمكن اختفت المواهب وأصبحت الناس الموجودة الأغلبية ولن أقول الكل منسوخين، كلهم مستنسخين، يعتمدون على الصريخ على الضوضاء على هيا بنا نلعب على يعني حاجات الله لا يوريك، المهم ناخذهم بعالي الصوت. وللأسف الشديد هذه الظاهرة قد تكون مقبولة في البداية ولها لها من 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 يعني يستصيغها، لكن صدقني بعد فترة حتلاقي في عزوف، ويمكن مثلك متابع وغيرك كثير متابعين هذه الظاهرة وهذه الحالة، تينا احنا ردود الأفعال. يعني أنا إلى الآن لازلت أحافظ على مسألة التعليق الكلاسيكي اللي هو يعتمد على مسألة الوصف شوية معلومة في مسألة الحضور الفني في مسألة هالأمور هذه اللي هي على الأقل في النهاية المتلقي لما يطلع يطلع وهو عنده حصيلة معينة. أنا أتفق معك في الجانب هذا تحديدا، لأن أنا أعتقد في وجهة نظري الشخصية أنه فعلا يعني الاحتكار هذا أضر كثير بكثير بكثير أمور. اليوم 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 أصبحت البطولة موجودة عند قناة مثلا من القنوات سي من القنوات، طب وين القنوات الثانية؟ كيف أنت تقدر تقيم نفسك كقناة وسط هذه القنوات طالما أنت عندك المادة وبس وغيرك لا؟ يعني اليوم إحنا لما نتيجة نتكلم أنا بستشهد بأمم آسيا الأخيرة، أمم آسيا الأخيرة كل القنوات كانت موجودة، تعال خلينا نعمل استبيان معين حتلاقي أن كثير من القنوات أخذت حصة جيدة جدا من هذا الاستبيان. يعني اليوم أعطيك مثال، خلني أقول لك دبي الرياضية كان لها حضور، أبوظبي الرياضية لها حضور، الجزيرة لها حضور، القناة السعودية يمكن حضورها كان على مستوى الدوري السعودي ولكن عملت قفزة غير عادية في موضوع أمم آسيا الأخيرة، بدليل أن تعال خذ اقرأ الجرائد العربية، ماذا أنا ما أتكلم على الجرائد السعودية، أنا أتكلم على جرائد محايدة تماما، حتلاقي تستشهد بالتلفزيون السعودي أو بالقناة الرياضية السعودية. قل لي محمد عبر الملعب رسالتك للجمهور السعودي. والله أنا بمنتهى الأمانة وليس لكوني أنا موجود خلف كاميرا القناة السعودية القناة الرياضية السعودية، ولكن أنا أقول لك أن أنا من المعجبين تماما بالدوري السعودي، هذا الميلسة اللي أنتوا فيه يشهد تماما حضور كل مباريات الدوري السعودي على فكرة كلها زين، يعني من يومين حكنا حاضرين نهائي كاس ولي عهد المملكة اللي فاز فيه الهلال على الوحدة فوز عريض طبعا، والكل هني مهتم بهذا الجانب ونتابع أول بول، وفي عندنا ترى على فكرة في عندنا هلالية وفي عندنا اتحادية وفي نصراوية وفي يعني يتحدون بعض هني في الميلس هذا، لكن أنا من منهم. اضبط كرة